معكم أستاذ غسان من القناة الخاصة إلى اليوتيوب. اليوم حنحكي عن كيف نجيب البي اكس والبي واي باللينير مومنتوم إذا في حال كانت الفيلوسيتي إلى اكس وواي كومبوننت. يعني لو خلينا نفترض إنه أنا عندي واي اكسس واكس اكسس، شو ما كانت التراجكتوري ما مشكلة، هاي اكس واي واي، والفيلوسيتي بدل ما تكون يعني directed along horizontal أو vertical، خلينا نفترض إنه الفيلوسيتي كانت هيك، هاي الفيلوسيتي، وعامل زاوية مع الأكس أكسس، هاي الزاوية هسميها أنا ألفا. بداية قبل ما نبلش نفكر نجيب البي أكس والبي واي، لازم أحط الـ initial conditions، يعني بمعنى أنا لازم أحط الـ conditions لهي الرسمة. شو هن الـ conditions؟ اللي هن at start أو at t equal to 0، خلينا نفترض إنه هاي الـ origin of time and space، هاي الـ origin. فـ at t equal to 0 أول شي بدي أجيب الـ position vector اللي هو r0. شو هو الـ position vector؟ هو الـ vector اللي بيحدد الـ coordinates للـ launching اللي هي x0، بناءً هون هي كانت 0 والـ y0 هي 0. وبدي أجيب الـ velocity vector v0 اللي هو أكيد حيكون مقسوم لـ v0x ولا v0y لأنه له اثنين كومبوننت. هسا كيف بنجيب الـ x والـ y؟ باختصار إذا بدي أنزل كومبوننت على الـ x والـ y، خليني أنا صراحة خليني أغير اللون شوي. هاي عند الـ v0 بننزل فيه على الـ x، projection على الـ x بننزل فيه orthogonal projection، بيطلع عندك فاكتور بهالطريقة هاي، هذا اسمه v0x. والكومبوننت على الواي هذا اسمه في 0 واي. الفي 0 اكس والفي 0 واي بنجاوبه بناء على الزاويه مع اي اكسس معمول. فاذا الزاويه معموله مع الاكس اكسس فمباشره باجي عند الاكس بقول هو الماجنيتيود للفي 0 ضرب كوساين الفا، فاجباري على الواي يكون الماجنيتيود ضرب ساين الفا. طبعا قصة البلس والماينس هون لأنه عم نمشي along x و along y، فحيكون الاكس والواي إجباري بالبلس. بس اللي لازم ننتبه له إنه بحكم إنه عندي x و y component بالفيلوسيتي، معناته أنا صار عندي x و y component باللينير مومنتوم at t equal to 0. يعني linear momentum at t equal to 0 صار عندها p0x، صار عندنا p0y اللي هي حتكون m بv0x و m بv0y. يعني حتطلع m v0 كوساين الفا و m v0 ساين الفا. هاي انا بعد ما نبلش، انا بس مجرد عم بكتب الكونديشنز، اغلبية هالكونديشنز بكونوا محطوطين باول افرعين، يعني بعطيك اياهم فرع او فرعين قبل ما نبلش، فالاحسن يكونوا موجودين. طيب هلا طالما صار عندي الانيشال كونديشنز، شو الطريقه، شو الاسلوب لاجيب البي اكس والبي واي؟ لازم استخدم الثيري اوف سنتر اوف ماس او النيوتن سكند لو. فحنستخدم نيوتن سكند لو. شو بقول نيوتن سكند لو؟ دي بي باي دي تي ايكوال سميشن للاكسترنال فورسز او الريزلتنت فورسز. اذا البارتيكل مشت بالهواء في شغلتين لازم ننتبه لها. اول شيء التراجكتوري اللي لها بالهواء مش ستريت لاين، لانه لو ستريت لاين كانت دغري مباشره حطيت البي يا على الاكس يا على الواي. بس هالبارتيكل لما هي ماشي بالهواء الفورس الوحيده، طبعا نيجلكتنج الريزيستنس، هي الويت. بس الشيء اللي بدي انتبه له بالويت هو الدايركشن للويت مع الواي اكسس. فالجي فاكتور بالواي اكسس كيف اتجاهه؟ زي جينا نشوفه بيطلع اتجاه الدايركشن فيكتور هي الجي فيكتور تاع الواي اكسس. اذا دققنا الجي فيكتور مع الواي اكسس بعكسه، فيعني الجي فيكتور هون هو ماينس الماجنتيود اللي هو جي ضرب جي. هاي احنا النوتس اللي عم تخولني اعرف اشتغل. forces acting على البادي بالهواء neglecting air resistance، يعني no air resistance، هي بس الويت. فصارت dp
by dt equal للويت. cross multiplication تطلع dp equal للويت ضرب dt. هلا بدنا نتبلى شغله. هلا هون لازم احنا نطلع ال p مش ال dp، فلازم نعمل احنا هون شو anti derivative. بس لما نعمل anti derivative يعني بدي اعمل انا هلا integration dp dt، طبعا integration dp equal، بس لنشيل هيدي، بتساوي integration m g dt. وبحكم انه الام والجي هن constants فحيكونوا موجودين من برا، واعمل بس integration لشو للدي تي. طب integration للدي بي هو بي زي integration للاكس، وانتجريشن لام جي دي تي، الانتجريشن للدي تي هو تي، فبتطلع ام جي فيكتور ضرب تي بلس الكونستانت. الكونستانت دائما هو التي ايكوال لزيرو او اللونشنج، وبكون راجع للفانكشن الاساسي. فاذا بي بكون بلس بي زيرو، اذا في بكون بلس في زيرو. هاي جبنا احنا الجنرال اكسبرشن للبي، كيف ممكن احولها لاكس وواي؟ لا اقدر احولها لأكس وواي، هحط الإكسبرشن أول شيء، عندنا P equal M G vector T plus P zero. اللي كان معي أنا إنه G vector equal minus G J vector، وكان معي P zero vector مقسوم لأكس اللي هي M P zero cosine ألفا، و P zero Y اللي هي ام في زيرو ساين. هلا اذا عملنا على الاكس، هون صار عندي اكس وصار عندي واي، عندي بي اكس وعندي بي واي. اسا على الاكس ما في عندي ويت، لانه الويت هي بالجي فيكتور، فما في اكس. او فينا نحول هذا الاكسبرشن لاي وجي، فببين عندي الاكس والواي. فعلى الاكس ما في ويت، فحيكون الويت صفر. وعندي بي زيرو اكس، فحتضل بي زيرو اكس. على الواي في ويت اللي هي شو؟ ماينس ام جي دي بلس اللي على الواي اللي هو بي زيرو واي. فبتصير بالنهاية البي اكس هي ام في زيرو كوساين الفا، والبي واي هي ماينس ام جي دي بلس ام في زيرو ساين الفا. فهيك بيطلع معنا البي فيكتور بي اكس والبي واي. طيب هلا هل في اسلوب تاني للتعامل معه؟ ايه اكيد في اسلوب تاني. شو هو الاسلوب التاني؟ حاخذ انا البي فيكتور اللي هو ام جي تي تي بلس بي زيرو فيكتور، وكان عندي انا الجي فيكتور هو ماينس الجي بالجي، وكان عندي البي زيرو فيكتور عنده بي زيرو اكس وبي زيرو واي. فانا بحول هون البي زيرو فيكتور لاكس وواي، هو بي زيرو اكس باي زائد بي زيرو واي بالجي. وبقلب هذا الحكي لهون، يعني صارت تي ايكوال ماينس ام جي تي بالجي محل الجي فاكتر ماينس الجي جي بلس بي زيرو اكس باي بلس بي زيرو واي بالجي، وبناخذ اللي فيهم جي مع بعض واللي فيهم اي مع بعض، فصارت البي هي بي زيرو اكس باي زائد نفتح قوس ناقص ام جي تي بلس بي زيرو واي بالجي. وبهيك بكون الاكس كومبوننت هو المضروب بالاي اللي هو بي زيرو اكس ام بي زيرو كوساين الفا، احنا طلعنا قلنا قبل، والبي واي تساوي ماينس ام جي تي بلس ام، او خلينا نحط التفسير، هي عبارة عن ماينس ام جي تي بلس بي زيرو واي. واذا شلنا
ال بي 0 واي بتصير ماينس ام جي تي بلس ام في 0 ساين الفا. هيك بنكون احنا خلصنا من الاكسبرشن للبي اكس والبي واي. هسه فينا نجيب بعد الاكسبرشن للفي في فيكتور. طالما انا جبت الاكسبرشن للبي فيكتور، هذا الاكسبرشن للبي فيكتور اللي هو بي اكس ام في 0 كوساين الفا بي واي ماينس ام جي تي بلس ام في 0 ساين الفا، واحنا بنعرف انه البي فيكتور هو ام ضرب الفيلوسيتي، يعني معناته انا صار عندي الفي اكس هو بي اكس على ام، والفي واي هو بي واي على ام. نقسم البي اكس على ام، فبتروح الام بتطلع الفي اكس بتساوي في 0 كوساين الفا، نقسم الفي البي واي على ام فبتصير ماينس الجي تي بلس في 0 ساين الفا. هيك بكون عندي الفكتور في هو في اكس وفي واي. هاي جبنا الفي فكتور. طيب في بعد شغله اسمها البارامتريك ايكويشنز. كيف بنجيبهم للبارامتريك ايكويشنز؟ البارامتريك ايكويشنز هن الار فكتور. انا بعرف انه الار فكتور هو عباره عن البريميتيف. شو يعني بريميتيف؟ اللي ما بعرف بالرياضيات هو انتي ديريفاتيف للفي فاكتور، فانا لازم اعمل انتي ديريفاتيف. انا كان عندي في اكس تساوي في 0 كوساين الفا، وعندنا الفي 0 كونستانت والالفا كونستانت، احسن حدا يفكر يعمل انتجريشن للالفا والفي 0، والفي واي ماينس جي تي بلس في 0 ساين الفا. بس اللي لازم تنتبهوا له الفانكشن هون بس تايم، يعني انا لازم احط لكم نوت هون الفانكشن هو التايم اللي هو تي بس، يعني الالفا كونستانت والفي زيرو كونستانت، وقبل شوي كنا بالماس كونستانت. هدول ما بنقرب عليهم بالديرفاتيف او بالانتي ديرفاتيف. فانا عندي اذا بدي اعمل انتي ديرفاتيف للفي اكس شو بتحول لهم؟ بتحول لاكس، لانه احنا بنعرف انه دي اكس باي دي تي هي في اكس او في، لانه اذا كنا عم نشتغل اكس واحد بنحطها في، ما بنحط في اكس احيانا، ودي واي باي دي تي هي في شو؟ في واي. فعلى العكس يعني الانتي ديرفاتيف بصير انتي ديرفاتيف للفي واي هو الواي، والانتي ديرفاتيف للفي اكس هو الاكس. عشان ما حدا يتلخبط بقصه انه الديرفاتيف للاكس هي في، لما يكون ماشيين بدايركشن واحد يعني اكس او واي فما فيش داعي نحط اكس وواي، خلص لانه معروف الدايركشن. بس لما نشتغل باكس وواي لازم نحدد الدايركشن على الاكس او على الواي. فالانتي ديرفاتيف للاكس الفي 0 كوساين الفا هذا كله كونستانت، وانا بعرف الانتي ديرفاتيف لكونستانت بضله زي ما هو ونضرب بالفانكشن اللي هو تي زائد الانيشال اللي هو اكس 0 اللي كانت معنا احنا باول السؤال صفر. نفس الشيء هون اعتبروه هيدا اكس بالرياضيات، فالانتي ديرفاتيف للاكس هو اكس سكوير على 2، فبتصير هي ماينس جي تي سكوير على 2 زائد انتي ديرفاتيف للكونستانت بس بنضربه بتي لانه في 0 كونستانت والالفا كونستانت بلس واي 0 اللي هي كانت شو. فهيك بنكون عم نطلع البارامتريك ايكويشنز اللي هن الاكس والواي. الاكس هي في 0 كوساين الفا تي، والواي هي ماينس جي تي سكوير زائد في 0 ساين الفا تي. بس طبعا هاي الرول بس كرمال انه الار 0 كانت اكس 0 ايكوال لزيرو واي 0 ايكوال لزيرو، يعني البوزيشن فاكتور كان 0 0 عشان هيك طلعت هيك. لو ما كانش 0 0 كنت مضطر اضيف الاكس 0 والواي 0 هون. هاي بشكل عام كيف جبنا البي اكس والبي واي. ان شاء الله تستفيدوا منها، وشوفكم ان شاء الله بفيديو قادم. طبعا حيضل عندكم مشكلة اكيد حاطرحها انا هلا بعد شوي بفيديو تاني، اللي هي اذا احنا قلبنا الواي اكسس زي ما اجى بدورة 2012 الاستثنائية. هلا حاشرح اذا قلبنا الواي اكسس، ويعطيكم العافية.